كيفية طريقة حل مشكل الرسائل على تطبيق فيسبوك. مرحبا أصدقائي، اليوم سوف أريكم كيفية فعل هذا، فقط تابع معي الفيديو الأخير. أول خطوة هي أن تقوم بالذهاب إلى الإعدادات أو الضبط، بعدها تبحث على زر أو خانة التطبيقات، تقوم بالضغط عليها، بعدها تبحث في التطبيقات على تطبيق الفيسبوك أو تطبيق الفيسبوك يا أعزائي. بعد ذلك سوف تقوم بالذهاب إلى أسفل وتضغط على خانة إيقاف إجباري، بعد ذلك تضغط على موافق، وهكذا تتم العملية بكل نجاح. لكن لا تنسى يا حبيبي أن تذهب إلى المتجر البلاي ستور وتقوم بعمل تحديث للفيسبوك ليقوم بالعملية. وإذا لم تتم العملية أصدقائي، قم بالذهاب إلى مكان التخزين هنا واضغط على مسح البيانات واضغط على موافق لكي تتم العملية. وبهذا نصل لنهاية هذا الفيديو، فلا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك واشتراك بالقناة، والسلام عليكم.